الزمالك أكتر من نص مليار جنيه والنتيجة صفر بطولات. موسم صفقات الزمالك نقدر نوصفه بالكارثي، ملايين للأندية وملايين للعيبة والبطولات صفر محلياً وقرياً. الزمالك أنفق ملايين على الصفقات الجديدة، حوالي 660 مليون جنيه. الزمالك اتعاقد مع عمرو السيسي من طلائع الجيش ب 15 مليون جنيه، مصطفى الزناري ب 10 مليون جنيه، وكمان اتعاقد الزمالك مع مصطفى شلبي مقابل 23 مليون جنيه، و 20 مليون جنيه لضم عمر جابر، و 15 مليون لضم دونجا، ودفع الزمالك مليون و 200 ألف دولار لشراء سامسون، و 900 ألف دولار للتعاقد مع إبراهيم نضاي. وكمان الصفقات دي ما كانتش هي الغالية بس، لكن كانت عقود اللاعبين الجديدة خيالية، لدرجة ان الزناري حصل على 39 مليون جنيه وعمرو السيسي على 29 مليون جنيه، وكان عقد سامسون 113 مليون جنيه مصري في الوقت اللي وصل فيه اجمالي عقد دونجا الى 81 مليون جنيه، وعمر جابر 45 مليون جنيه في اجمالي عقده، و98 مليون جنيه اجمالي عقد ابراهيم نضاي، و68 مليون جنيه اجمالي عقد مصطفى شلبي. وكمان تعاقد الزمالك في يناير مع ناصر منسي من البنك الاهلي ب 20 مليون جنيه، ودفع مليون جنيه لقطع اعاره محمود شبانه من سموحه، واستعاره احمد بالحاج من اسوان ب 8 مليون جنيه. في النهايه يفضل سؤال مهم، مين هيحاسب على كل الفواتير الخياليه دي؟ هيمر الموضوع مرور الكرام كالعادة. أرقام مش طبيعية عروستي. والله أرقام مش طبيعية. لا يا أخي حتى مش خيالية، يعني ما أنا أجي أدي اللاعب زي سامسون ياخد حصل تعقد هو غير ال 100 الرقم ده، ده في حاجات ترانسفير 100 مليون. لا لا معدي ال 100 مليون. سامسون سامسون مليون و200 الف دولار، ده للنادي، ده للنادي. هو بقى هو 100، انا سامع 100 و100 معدي ال 100 مليون. ايه ليه يعني هيجيب لي؟ وبتعرض على يوسف اسامه نبي 3 مليون ونص. سيبك من 3 مليون لانها مشروطه طبعا. ومين اللي فادنا اصلا كمان؟ مين اللي فادني في كل ده؟ ولاد النادي هم اللي فادوا. ماذا قدم سامسون؟ واحد، لو في حد يعرف يرد علي. هو جماهير نادي الزمالك اهدوا دقيقتين ثلاثة في ماتش المقاولين، هو حد يزعل نفسه دقيقتين ثلاثة. سامسون مليون و200 ألف دولار، تمام؟ تمام. نضاي 800 ألف دولار، اللي كان بياخد 10 800 ألف دولار، ده الناديه 900 ألف دولار غير فلوسه هو. طب فلوسه هو كام في السنة؟ أنا عايز بس بياخد كام في السنة؟ نضاي 560 ألف دولار في السنة، يعني اللي كان بياخد في وادي دجله من 10 ل 15 ألف دولار في السنه. 10,000 دولار ماشي. بياخد في دجله 10,000 دولار في السنه. وده كلام لعيب من وادي دجله. وحضرتك بيقال ان هناك ازمات ماليه في نادي الزمالك. طب والفلوس دي راحت فين؟ طب هي اللعيبه دي جت نادي الزمالك من غير ما انديتها تاخد فلوس؟ لا طبعا اكيد خدت. خدت فلوس. طيب يبقى انت صرفت غلط. واللاعب اللي انت اثرت على كل الالعاب الثانيه. طب واللاعب اللي انت والفلوس اتحطت غلط في لعيبه غلط وعملت لنفسك مشاكل. اذا انت من صنعت المشاكل الماديه. انا بتكلم فير والله العظيم ثلاثه. احنا مصلحه نادي الزمالك. انت اللي صنعت المشاكل الماليه وانت اللي بتشتكي من المشاكل الماليه. خلي واحد زملكاوي هو اللي يرد. بلاش حضرتك وبلاش ماشي. مش هيرد والله. الموضوع رد على نفسه يعني. يعني الموضوع يعني اقول ايه يعني؟ مين اللي بيجيب اللعيبه دي ومين اللي بيقيم ومين بيحط المبالغ دي؟ هو من امتى نادي كبير زي نادي الزمالك او نادي زي نادي الاهلي انديه بطولات لما بييجوا يعملوا ترانسفير بيجيبوا 10 لعيبه مع احترامي من انديه تحت خالص يعني؟ مش هي يعني يجيب لعيب او اتنين والباقي من بره بقى خالص، لان وجود اكتر من لعيب او اتنين من الانديه اللي تحت ياسر غلط وخطر كبير على فرقه بتلعب على بطوله، لان اللعيبه دي عشان تفكر او ثقافتها تروح ان هي جايه تاخد بطوله في نادي وتحارب مش موجوده، محتاجه سنه او سنتين.